ما يصح على المكون الشيعي والكردي لا يصح على المكون السني. طيب عقدة رئاسة البرلمان إن شاء الله تمر يوم السبت بدون مفاجآت، بعدها البيت السني حيعيد ترتيب أوراقه بلملمة الزعامات، بلملمة المراجع السنية، بلملمة أوراق النواب السنة والقادة السنة؟ والله ست سحر، الحقيقة يعني أنا أكاد لا أكشف سر أن الوجوه السنية أو ما تسمى بالقيادات السنية الحالية بعد ما ينطلع بها للمكون السني بالانتخابات القادمة. هاي القيادات أثبتتها الانتخابات الأخيرة، صرفت مبالغ كبيرة جدا واستخدمت كل الوسائل الممكنة للمساعدة، لكن تشوفين نسبة العزوف السني كبيرة ونسبة المتحقق من منجزاتها أيضا قليل. وعلى سبيل المثال يعني الحلبوسي في انتخابات 2018 جاب 37 عضو مجلس نواب على صعيد المحافظات، في مجالس المحافظات جاب 21، جاب 21. وكذلك الحال بالنسبة للأخ السامرائي والشيخ خميس الخنجر. فأعتقد أن هنالك تفكير حقيقي في الوسط السني، وأنا يعني مطلع على جزء منه في البحث عن بدائل لهذه القيادات. هنالك شعور متنامي أن بقاء هاي القيادات في مواقعها سيتيح المجال لقوى شيعية وكردية للتمدد داخل المحافظات السنية، وهاي حقيقة أصبحت ملموسة. وعليه ست سحر، من الصعب المجازفة بإبقاء نفس هاي القيادات في الانتخابات القادمة. هذا يجرني للتساؤل عن موقف السيد خميس الخنجر، موقف السيد مثنى بموضوع تمرير الدكتور محمود يوم السبت. موقفهم وين حتى الحسم عزم الآخرين؟ هم واقعا يعني هاي الكتلة هي اللي كانت رشحت بكتاب رسمي الدكتور محمود المشهداني قبل انشقاق كتلة الصدارة عنهم. وأعتقد أنه بعد انشقاق الدكتور محمود المشهداني ستذهب هذه الكتل إلى دعم السيد سالم العيساوي. عندك أي مفاجأة أو أي استقراء اليوم السبت قبل ما أنتقل للسيد سامي؟ أنا أعتقد ست سحر أن الهدف الاستراتيجي للحلبوسي سيكون إما كسر نصاب الجلسة أنه ما راح يصير جلسة، أو العمل على أن لا يحصل لا العيساوي ولا المشهداني على الأغلبية اللي ليش تأهل. مو الدكتور محمود مرشحة؟ حتى ولو كان هنالك يعني ست سحر، هو دكتور محمود مرشحة اليوم، الكتلة مالته في مجلس محافظة بغداد يجمعون تواقيع على إقالة المحافظ التابع إلى دولة القانون قبل يومين أو ثلاثة من الانتخابات. أنا أعتقد أن هدف الحلبوسي هو استمرار المماطلة في عدم حسم هذا الملف، وبالتالي هو ربحان، أنه إما يبقى السيد المندلاوي وهذا لا يشكل أي خطر عليه، أو تبقى قضية المنافسة بين دكتور محمود ودكتور سالم مرتين ثلاثة أربعة، وبالتالي تكون إلى حجية على قادة الإطار في إعادة فتح باب الترشيح وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب. أعتقد جيد. أنه سيماطل بنسبة كبيرة قبل أن يذهب إلى الحسم. سيد سامي تتفق ويا هذا السيناريو، هذا الطرح اللي ممكن يحدث فعليا يوم السبت؟ ما أعتقد الفترة اللي أخذت هي فترة كافية.